أخي شو اسمه، أبغى أتكلم عن موضوع اللي هي تجديد بطاقة الهوية. إنزين تفضلي. بس هو بطاقة الهوية وبطاقة ثقة، بطاقة ثقة تتجدد بشكل دوري تقريبا كل سنة ومجانا، عرفت كيف؟ وتوصلنا كل سنة لين الباب، يعني بدون ما نحن يعني نروح أو نجددها أو كذا. وأنا أشوف يعني بالنسبة لنا طبعا بطاقة الهوية تكون يعني أكثر أهمية من بطاقة ثقة. فليش يعني ما تتجدد بشكل دوري مثل بطاقة ثقة، يعني إن كل سنة وبشكل دوري أقل شيء يعني للمواطنين، يعني نحن كل سنة ما يدرسون بتصيح، كل سنة سمية، كل سنة رسوم كثيرة بتكون، كيف؟ كل سنة أقول بتطلب رسوم كثيرة. هم سوينا كل ثلاث سنوات للإخوة العرب أو سنتين حسب الإقامة، وخمس سنوات للمواطنين. هي يعني فأنا أقول يعني إن ليش ما تتجدد، يعني إن أوكي كل خمس سنوات تقريبا تتجدد، وإن ترسل يعني بنفس الطريقة اللي ترسل فيها بطاقة ثقة، يعني بدل ما الشخص يروح للمؤسسة نفسها. بالضبط. يعني لأن نحن بعد يعني عائلة كبيرة، وتعرف أنت كيف إنه مو بكل مرة يعني. صح صح. حسب الاستطاعة. زين سمية، بن 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 بنشوف في اتصال آخر. تفضل إذا عندك أي تعليق بالنسبة لكلام الأخت سمية. أول شيء نحن نشكر الأخت سمية على اتصالها وعلى تواصلها. حقيقة مثل ما ذكرنا في فترة الاستراحة، المرحلة الماضية كانت مرحلة تسجيل تجميع بيانات السكان في قاعدة بيانات مركزية اللي هو نظام السجل السكاني. المرحلة القادمة في تغيير الآن في ما نسميه نحن البرنامج التشغيلي في هيئة الإمارات للهوية، فبتركز المرحلة القادمة بتركز على تقديم خدمات. من هذه الخدمات الآن عندنا أجهزة ممكن الآن تطبع البطاقة مباشرة في الحال، مباشرة يعني يقدم الشخص يجدد البطاقة وتنطبع البطاقة خلال فترة نص ساعة. هذا الآن احنا نقول ضمن الأحلام، الآن موجود، هذا موجود في بعض المراكز ويجرب وتم تجربته وسيعمم الآن. كذلك الآن عندنا مبادرة مثل ما ذكرت الأخت المتصلة، بس بنبدأ فيها لكبار السن والناس اللي ما يستطيعون يأتون إلى المراكز، إن تصدر لهم بطاقاتهم قبل انتهاء بفترة أسبوع أسبوعين أو أكثر، وترسل لهم كذلك إلى 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 منازلهم. هذه المبادرة تم يعني دراستها، وإن شاء الله بتكون في حيز يعني التنفيذ إن شاء الله خلال السنة القادمة. الفكرة توصيل بطاقات للناس وطبعتها قبل وقتها، طبعا هذا يحتاج إلى دراسة. الاقتراح راح يؤخذ في عين الاعتبار، ولكن يحتاج الى دراسه، لانها في عوامل كثيره تدخل في الموضوع هذا. يعني نتكلم عن عدد كبير من المقيمين والمواطنين اللي موجودين في الدوله، فهذه الشركات ممكن تستفيد هي من خلال توصيله، مثل بعض الشركات توصل لك لين بيتك مثلا. الان توصيل البطاقه موجوده الان من خلال بريد الامارات، ووصلها الى 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 بريد الشخص. كانت كذلك عندنا شركات زي يعني بعض شركات التوصيل كانت توصل الى البيوت، والان في توجه كذلك انه ممكن البطاقات يعني يتم استلامها في مراكز التسجيل للناس اللي يحبون يوصلون يتواصلون مع مراكز التسجيل اللي منتشره. عندنا حوالي 60 مركز على مستوى الدوله، فممكن ففي اكثر من مبادره سيتم ان شاء الله طرحها وتنفيذها خلال الفتره الجايه، اللي بتسهل الان، بتبدا الان الناس تستفيد وتشوف يعني مزايا البطاقة هذه والاستفادة منها إن شاء الله. بس ما يطول الموضوع إن شاء الله. زين، في عندنا اتصال من أخ علي. مرحبا يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام والرحمة، هلا أخوي، تفضل يا علي. الله يعطيكم العافية الشيخ. وياك الله يسلمك، تفضل. طال عمرك معلش، لو نحن أول كانت عندنا بطاقة الهوية البيضاء هذه ما فيها انتهاء. ما فيها انتهاء؟ قبل الأولية هذه جليلة. الأولية حيدة أنت البيضة هذه كان نعم. بطاقة هوية نعم، هايش ما في انتهى. زين، شو يعني الآن سؤالك على 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 موضوع هذه الحين البطاقة انتهى. الحالية يا ليتهم يخلونا طال عمرك 10 سنوات. طب يعني في خدمات لازم في رسوم، لازم في هذا علي. لا ما يا الحمد لله رب العالمين طال عمرك. نعم، لو كانت 10 سنوات لو كانت 10 سنوات أنا أقول أحسن. أنا ليش يعني 5 سنوات هاي شوف مدة بسيطة طال عمرها، تعرف؟ نعم. يعني العمر يمضي طال عمرك وانت ما تعرف بطاقة انتهت ما انتهت، بعدها غرامة 1000 درهم إذا سنة كاملة انت
أخذت بطاقتك صح ولا لا؟ ألف. أنا أقول أن 10 سنوات زين، هذا واحد زين. الشيء الثاني ما شاء الله جزاه الله خير أخونا عثمان ريال مدير، والله يوفقه إن شاء الله. هل أنتوا أحصيتوا الآن؟ طبعا انتهينا من المخالفات والأمور هاي كلها، عدد النسب اللي أنت طبعا كتلفزيون دبي قلتوها وافدين ومواطنين مع البطاقات، وسويتوا بحث ميداني الناس اللي ما استلموا بطاقات لنا الحين. علي مرة ثانية الغالي، بالنسبة للعدد قلت أنتوا تلفزيون دبي الحين عملتوا إحصائية نسبة مئوية في التقرير؟ نعم نعم، بالمواطنين والوافدين. نعم الحين احنا اعتقد تعدينا مدة المخالفات اللي ما استخرج البطاقة زين صح؟ زين، هل أخونا الأخ المسماري عملوا دراسة ميدانية في دولة الإمارات كلها، الناس اللي عندهم بطايق أو اللي ما عندهم بطايق، ويتم محاسبة الناس اللي ما عنده بطاقة واللي يمشون في الشوارع طال عمرك بدون بطاقة هوية، يتم إجراء قانوني فيهم؟ زين زين يا علي، وصلت رسالتك، مشكور يا علي. شكرا يا أخوي اتصالك. إذا تعليق عندك أول شيء. أول شيء بالنسبة للموضوع الخمس سنوات أو الخمس سنوات عشر سنوات أو زين، طبعا أحد الأشياء أن تكون فترة خمس سنوات، لأن الشريحة هذه بعد لها عمر افتراضي، فلا بد أنها تجدد بالضبط. نعم. الشيء الآخر، أنت تريد تحديث البيانات، مش كل الناس لحد الآن بتي طوعا من نفسها وبتجدد، كل ما تغير غير عنوانه بيجدد، غير مثلا تليفونه بيجدد. فالخمس سنوات اللي هي زي الإحصاءات اللي تنعمل كل خمس سنوات لتحديث البيانات، لحد ما يكون هناك أنظمة، يعني إذا صح التعبير تخلي الناس تحدث تلقائيا، ولكن هذا بيأتي في مرحلة لاحقة من خلال الربط مع المؤسسات. طبعا التسجيل اليومي اللي يصير في مراكز التسجيل المنتشرة على مستوى الدولة، احنا عندنا احصائيات بعدد الناس اللي موجوده في الدوله من خلال طبعا ادارات شؤون الاجانب، فما معروف عدد الاشخاص اللي يدخلون الدوله، كم منهم اللي يعملون تاشيرات جديده، كم لهم يجددون سنويا، كم الاعداد المتوقعه. بناء عليه الهيئه صممت مراكزها حتى تستوعب هذه الاعداد، وكذلك تم تصميم مراكز الهوية اللي مرتبطة بالطب الوقائي بناء على هذه الأعداد، يعني مركز معين عندنا مثلا مرتبط بالطب الوقائي، هذا الطب الوقائي مثلا في اليوم الواحد مثلا يمر عليه 100 متعامل اللي هم يقومون الفحص الطبي، فالمركز مسوي حتى يستوعب هذه الأعداد. فما في شك في الأعداد معروفة، كم الناس اللي سجلوا من السكان، وكم اللي ما سجلوا، وشو الأسباب. احنا عندنا فئتين لحد الآن ما سجلت، وسيتم إن شاء الله تسجيلهم بنهاية السنة، اللي هم المقيمين في إمارة الشارجة ودبي وأبوظبي، وإقاماتهم تنتهي في سنة 2012. هذول عطوا مهلة مع الإقامة، يعني يوم تنتهي إقامته قبل 31/12 يروح يسوي بطاقة إذا ما عنده. فهذه فئة وعدادها معروفة. الفئة الثانية اللي فئة الأطفال زين، اللي هم تحت ال 15 زين، لحد كذلك وعندهم إقامات كذلك سارية لحد 31/12، هذول كذلك معروفين وهذه أعدادهم معروفة. نعم. غير كذا جميع الفئات تم تسجيلها طبعا، لكن إذا شخص داخل الدولة بصورة غير شرعية أو ما عنده، فهذا طبعا صعب، لأن أنت تسجل الشخص اللي عنده إقامة شرعية، اللي عنده إقامة يعني سارية وعنده جواز. الزائر مثلا ما يسجل، هذه يعني. نعم. في المستقبل راح يتم. نعم. النظر فيها. في عندنا اتصال. نعم. هاتفي. مرحبا يا خضر. السلام عليكم. سلام، اسمح لنا أخرناك يا خضر، تفضل خوي. السلام عليكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك، تفضل. ومشكورين على المجهودات الطيبة. هي. أنا عندي استفسار الله يخليك، أنا اليوم رحت أجدد هوية ابني عمره 20 سنة، إقامته بتنتهي يوم 8/11/2012. زين. والبطاقة الهوية انتهت في شهر 6/2012، فقالوا لي ما في عليه غرامة من حوالي أسبوع، اليوم بقولوا لي في عليه غرامة 1000 درهم. أنت عارف إنه الهوية مرتبطة مع الإقامة، أحيانا الإقامة بتنتهي مثلا بعد شهر، والبطاقة الهوية بتكون مثلا انتهت قبل شهرين، معقول أجددها لمدة شهرين وأعاود أجددها مرة ثانية لما تبدأ الإقامة؟
هذا السؤال نفس السؤال الهوية. هذا نفس السؤال سألته في فترة البريك. تفضل كمل كمل خبر. تفضل. بطاقة الهوية مرتبطة مع الإقامة، فالغرامة بدها 1000 درهم. نعم زين، وصلت رسالتك، مشكور يا خضر، مشكور. تسلم حالنا، شكرا لك. تفضل. إذا أنا فهمت السؤال أو الحالة اللي ذكرها الأخ خضر، ابنه عنده بطاقة في السابق وتنتهي في شهر 6 الماضي حسب ما كان ما سمعت، فالبطاقة هذه إذا كان شخص يحمل بطاقة هوية وانتهت صلاحيتها لابد يجددها، عنده شهر من تاريخ انتهاءها، إذا ما جددها خلال الشهر تبدأ تسرع عليه الغرامات بغض النظر عن إقامته. قد يكون اللي حصل أنه صدر بطاقة وبعدين ما جددها زين وانتظر، والعادة أن البطاقة تاريخ انتهاء البطاقة يكون مع تاريخ انتهاء الإقامة، فما أعرف كيف أن بطاقة انتهت في تاريخ له ساعة يكون مثلا شو يكون مثلا عنده طفل وهذا الطفل مثلا خلى توه يعي حديث او جاي من برا مثلا ودخل سووا له شو اسمه صارت الاقامه يعني دفع مال شهرين اللي بعد شهرين بتنتهي اقامته. نعم. يضطر يدفع مره ثانيه بعد حق الاقامه وحق يعطى البطاقه مرتبطه طال عمرك بالاقامه بالنسبه لغير المواطنين، فاذا عنده اقامته سنتين وجاء يصدر بطاقه وجد بطاقه يعطى فنفسي. يعني يا ولد مثلا خلينا نقول وباقي على انتهاء شهرين مثلا. نعم. يروح يعمل اقامه حق ولده مده. نعم. شهرين. نعم. ورد عقب يعمل له مره ثانيه هويه بالضبط. هو هذا كان سؤال خضر. نعم نعم، لان البطاقه ترتبط بالاقامه، فالمده اللي موجوده عنده الباقيه ويفترض انه لما يعمل له اقامه بينعمل له لمده سنتين، يعني يدفع رسوم كامله على شهرين. لا ما يدفع، هو يدفع لان اكيد ان الاقامه اللي ختمت على الجواز ما كانت شهرين. ما الدوله ما تعطي اقامه شهرين. لا. اما سنه او سنتين او 3 سنوات، لكن قد يكون الشخص ختم الاقامه في فتره معينه وما جاء يسوي البطاقه الهويه في اثناء فترات قبل المهل، كانت الناس عندها فرصه فكانت تختم الاقامه ما جاء. الان الموضوع هذا انضبط انه لابد من الشخص انه قبل ما يروح ويسوي الاقامه انه يبصم زين، وبالتالي يعني يكون بدا في اجراءات اصدار البطاقة الهوية قبل ما يروح ويختم الإقامة. زي هذا اقتراح أنا توه الآن على بالي. نعم. مراكز الهوية اللي تسوونها كمبنى، يعني إحنا الحين هوية ومبنى، يعني يا ريت لو يكون كاقتراح يعني أنك تكون مباني، حتى المباني مالكم أنت تكون لها هوية ولها خصوصية للمكان. نعم. هني يعني مرتبطة بهالإرث وهالتراث. مراكزنا يعني تعتبر تحف معماريه حقيقه، اللي يزور مراكزنا في حديثه بس يعني حديثه من ولكن كذلك جوها، سواء كانت من حيث تقديم الخدمات، من حيث الموظفين اللي موجودين فيها. لا انا قصدي الشكل، يعني واحد يمر في الشارع مثلا يشوف. نعم. الشكل يعرف ان هذا مال الهويه. نعم نعم، هي اشكالها وحده. نعم. ولكن الاقتراح ما ماخذ بالاعتبار، هي اشكال مراكزنا وحده. نعم. يعني اذا تروح على مستوى الدوله تستطيع تميز ان تقول ان هذا 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 المركز الهويه، لان لها شكل خاص من الخارج وكذلك من الداخل، فكل مراكزنا يعني شكلها واحد في كل امارات الدوله، فتمييزها سهل. لكن بالاضافه الى الشكل الجمالي لمراكزنا، الخدمات اللي موجوده فيه وطريقه تقديم الخدمات عمليه يعني راقيه. جميل. والناس اللي يعني لها تجربه، يعني لها تجارب طيبه مع مراكزنا. اذا نتواصل وياكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود.